كما أعلن وزير الاستثمار حسن الخطيب عن وضع برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وشدد الخطيب على الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءا من الأول من مارس الماضي بحد أقصى 90 يوما. برنامج رد أعباء التصدير، لا يخفى على حضراتكم أنه هذا البرنامج بقاله فترة طويلة وهو برنامج ناجح ونتج عنه زيادة للتصدير، ولكن بقالنا فترة الشركات كلها بتشتكي ان هناك متأخرات يمكن من بداية 2023 لم تدفع للشركات، والناس عندها ضبابية البرنامج هيكمل مش هيكمل. نفس المعيار اللي احنا بنتكلم فيه هو مبدأ الشفافية، هنعلن كل سنة ايه البرنامج، وده اللي هعلن على حضراتكم النهاردة شكل البرنامج الجديد اللي احنا بنتكلم عليه. البرنامج بنتكلم على ثلاث أسس أساسية. عندنا خط بنجر خط، أي حاجة متأخرة حتى 1 مارس 2024 هيتم جدولتها واستخدام المقاصة كما تفضل وزير المالية. يعني ما كنتش أقدر أقول كلمة المقاصة قبل ما يعرض هو يقول إن هو جاهز بنظام المقاصة اللي الشركات تقدر تستفيد بيه. وده في حد ذاته نقلة نوعية. هو منتظرين بس جدول هنعمل إيه، وهيتم إعلان ده هذا الموضوع بالتفصيل. ليه 1 مارس؟ لأن إحنا قلنا 1 مارس ده هو جه تواكب مع تعديل سعر الصرف اللي أصبحت فيه الدولة أو الصناعة المصرية فيها تنافسية كبيرة بسبب سعر الصرف، فقلنا نجر خط ويبقى ما قبل 1 مارس بيتم معاملته كجدولة بشكل معين واستخدام المقاصة، وما بعد ذلك ينطبق عليه البرنامج.